اهلا بيكم في حلقه جديده معاكم روميح من روتوك. اللي منتشر الفتره الاخيره ده راب ولا مهرجانات؟ صح ولا غلط؟ عارف ان الحلقه دي متاخره وبصراحه كنت بقدم رجل وباخر رجل وانا بكتبها وانا بحضرها، لاني عارف ان الموضوع شائك بالنسبه للفانز شويه، بالذات اني قلت رايي على بروفايلي على الفيسبوك وعلى انستجرام. ولكن الموضوع هنا مختلف، لان راب سين بشكل عام لما بعمل عليها فيديوز ما بحطش رايي على قد ما بعرض الصوره كامله، الشكل الحيادي اكتر من الراي الشخصي. وباختصار انا مش جاي افرض رايي، انا هعرض كل الاراء اللي اتقالت خلال الاسابيع اللي فاتت، واللي بالمناسبه ما فيش حد فيهم صح مطلق ومفيش حد فيهم غلط مطلق. كل واحد رأيه مبني على فكره وعلى طريقته في الحياة، على تربيته، على يعني فاهم، كل واحد حر في رأيه وانت كمان حر في رأيك. اسمع كل حاجة وانت اللي اختار. وطبعا ما ننساش نقول ان الحلقة دي سبونسرد باي راب عربي، هتلاقوا الابليكيشن بتاعهم والويب سايت وكل حاجة في اللينك في الديسكريبشن. وما تنسوش تتابعونا على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى تويتر. وبنسجل دلوقتي في A1 Studio في طنطا، ويلا بينا نخش في الموضوع. طيب الموضوع بدأ ازاي؟ في حد قرر انه يطلع يقول ان اللون ده اسمه تراب شعب، وفي واحد طلع قالك لا ده اسمه مهرجان، وفي واحد قالك ده ينفع، واحد قالك ده ما ينفعش، في واحد قالك ده كذا وده كذا. وبعدين بدأ الحوار انه يكبر يكبر يكبر، بيوصل لخناقات وناس بتشتم في بعض وحوارات كتير مش لطيفة. ولكن احنا جايين نناقش الفكرة عامة. يعني الاول تعالوا نعرض اخر حاجات نزلت، مثلا رأي مروان موسى. انا واخد بالي ان مؤخرا بقى فيه في جمهور الراب ناس متضايقه من موضوع التراب شعبي او التراب شرقي عامه، دخول خامات المهرجانات يعني في البيتس وبتاع. انا بس عايز اقول يعني لو انت متضايق ان الرابرز المصريين بقوا بيغنوا على بيتس الساوند بتاعها مصري، انت ليه اصلا بتسمع مصري؟ ما تسمع في امريكا او ما تسمع في انجلترا؟ انت ليه بتحاول تجبرني ان انا افضل اقلد برضو من بره تاني واعمل حاجه ناس تانية اخترعتها؟ انت عايزنا اشتغل مترجم يعني؟ انت عايزني اجيب بيت مثلا جرايم واقوم بس حاطط لك عليه ليركس مصريه يعني، واجيب لك سيره وسط البلد واقول لك مش عارف شارع البطل، واقول لك افيهين مثلا عن عادل امام، فالموضوع بقى مصري يعني. أنا اصلا في مرحله ان احنا هنبني بيت بتاعنا في شقه ايجار اسمها التراب، كنا مأجرينها، الشقه دي مش بتاعتنا، الشقه دي في امريكا، الشقة دي كانت حلوة جميلة بنحبها، عشنا فيها اتعلمنا منها وحرشنا ان احنا ممكن نبني بيت لنفسنا. واحنا دلوقتي بنبني البيت ده وانت واقف ورايا وعمالة تقول لي ايه بيت ده هيبقى فاكسان، والله هيبقى فاكسان يا جماعة، بجد الجو حر قوي، البيت التراب التكييف كان ساقع يا جماعة، في شقة جديدة فضيت ممكن نروح دلوقتي اسمها دريل، ممكن نروح نعمل كده. ماشي اقول لك على حاجة يا اسطى، روح انت امشي يعني، ما تفضلش واقف جنبي ومش بتسبورتني. بس لما البيت يخلص يا برو، لما الساوند ده يكمل، ما تفتكرش ان انت هيبقى ليك حق ان انت تدخل البيت ده، خصوصا لو التراب المصري ده وصل للسوق العالمي زي ما حصل مثلا مع البرازيل او نيجيريا او في كذا دولة عملت ساوند لنفسها دخلت السوق العالمي، لان السوق العالمي يحب الحاجة الاوريجينال اللي هي مفيش منها اتنين في العالم. فاحنا عادي وارد جدا ندخل السوق العالمي، وان شاء الله الموضوع ده هيعمل فلوس كتيرة للمجال ان شاء الله يعني، بس ده موضوع تاني. لما الحوار ده يحصل يا برو ما تجيش تقف معانا بجد، لو انت ما بنتش معايا ما تفتكرش ان انت هتدخل معايا البيت ده، مش من حقك فاهم. بس كده شكرا. كلام يحترم ويستحق الذكر بفكرة بالذات ان انت بتعمل مزيكا اوريجينال، لان الاغاني التراب والحاجات اللي احنا بنعملها فعلا جزء كبير منها بتلاقيه بالفلو بالتكنيكس بشكل البيت حتى برصة الدرامز، كل الحاجات دي خامات اجنبية. ففكرة ان انت لما يبقى عندك مساحة انك تعمل حاجة بخامات بتاعتك انت، يبقى ليه لا؟ وبعد كده السيدي بستوتا بدأ يعرض شوية افكار كده، نزلها في ستوريز على انستجرام، بيقول لك عفرت لما بيعمل مهرجان بيقول انا عملت عادي جدا، وبيقولها بعلو صوته، ودي حاجه دايما بحترمها في عفرته لانه فنان. هو فعلا فنان في اللون ده، مش حاجه تقلل منه. ولكن عشان ما تقولش انك بتعمل مهرجانات بتدخلها في حته الشرقي او الجو ده، فده ميكس مش اختراع، مع احترامي لاي عقليه. ولان الحاجه اللي عملتها مش محتاجه اقول هي مصريه قد ايه واسكندرانيه لدرجه ايه وتراب في نفس الوقت، لكن ما قلتش عشان ما نقلتش. خلاصة الكلام، اللي جامد في حاجة بيعملها وليها جمهور ليه كل الاحترام، لكن في المستوى العام مش هينفع نحللها لنفسنا عشان نكمل شغل على اي حاجة اصلية موجودة من سنين ليها قوانين مزيكا وليها جذور. هاشتاج راب. هو من الواضح ان هو بيرد على مروان، هو شايف ان انت ما ينفعش تقول حاجة زي كده، هو شايف فكرة ان انت ممكن تخترع حاجة اوريجينال اكتر، انك تاخد من هنا المزيكا التراب وتغني عليها بالطريقة الفلانية. ده رأي باتستوتا. واضاف في ستوري تانية، عارفين امتى ممكن اعمل مهرجان تاني؟ لما كل الرابرز
تبطل تعمل مهرجانات بعد ما معظمهم عملوها بعد بابلو معتزل عشان يخشوا موجة المهرجان الجديد. ساعتها هعرف اني مش هكون ورا حد او مشيت مع حد، انا ليا اللون بتاعي ولايق عليا وشايف ده وغيري شايف ده، سواء ارقام او طريقة، بس مفيش يوم هتلاقيني مشيت في سكة حد عشان انا بابا ماليش بابا، ودي حاجة ما تعبنيش. صدعتكم معلش. الراجل حابب يقول ان هو اللون بتاعه ملوش شبيه، ودي حاجة برضو بتاعته في النهاية. رد مروان على تويتر: انت بتعرفش اي حاجة عن الراب والاصوله، فبلاش جهل على الصبح. انا راجل براب، ولو نزلت على بيت روك هيبقى راب، ولو على بيت جاز هيبقى راب، ولو غنيت على صوت التكييف البايظ هيبقى راب برضو. العب اللعبة اللي محدش يقدر يكسبك فيها. ثقافة الراب لو هتتلخص في جملة واحدة هيبقى اسمها كون نفسك، مش استعمل روك كيكس او سبين 808 او كيني بيتس هاي هاتس، اللي هو ما تستخدمش خامات تانية عامة. بلاش جهل عشان الناس مش واخدة بالها انك جاهل، فما تنشرش جهلك. هو كل واحد فيهم ليه وجهة نظر غير التاني، واحنا هنتكلم عنهم كمان شوية. فرد بتستوت يا سيدي وقال لك: جربتك في التنفيذ قبل كده، اتحججت بكلام فارغ. طلعوا بره الموضوع، فمش حتتنا، مش موضوع النقاش بتاع النهارده. موضوع النقاش هو الراب ولا مهرجانات. فالمهم يا سيدي، خلصنا من الجدال ده. ممكن مثلا ناخد رأي ادهم توكيز مثلا. مروان بابلو هو مهرجان. تراك بالسلامة بتاع ويجز هو مهرجان. تراك سيجارة بتاع فروتو مهرجان. دي مهرجانات. انا كادم عبد الجليل ما كنتش بسمع مهرجانات، ولكن انا بسمع الجميزة وبسمع بالسلامة وبسمع سجارة. هل وحش ان الشباب عملت مهرجان خلانا انا اسمع مهرجان؟ فكرة ان هما يوصلوا المهرجان بالشكل ده، شكل مستوى فني محترم، هل دي مشكلة؟ طب بالعكس، ده معناه ان هو بيعلي ليفل المهرجان. هو حتى لما عمل مهرجان عمله بطريقة فشيخة تخلينا انا اسمع مهرجان، وانا ما كنتش بحب المهرجانات. فبالتالي لما عفروتو يعمل مهرجان جامد، او لما بابلو يعمل مهرجان جامد، او لما وجز يعمل مهرجان جامد، هو مش اي حاجه غير ان هو مهرجان. لو انت عندك مشكله نفسيه مع كلمه مهرجان، اللي هو انا مش هسمع مهرجان، ده موضوع، وفكره ان المنتج ده جامد او مش جامد ده موضوع تاني. فمش عشان فلان غنى مهرجان يبقى ايه انت بتاع مهرجانات. ماشي، هو بتاع مهرجانات. هل هو عشان بيعرف يعمل مهرجان فشيخ، هل ده معناه ان هو رابر ضعيف؟ هل عفروتو رابر ضعيف؟ عفروتو لو واقف على مايك مش هيعرف يعمل راب؟ ما تهزرش يعني. وبعدين عفروتو رد بحاجة مشابهة للي مروان كان بيقولها: المصيبة ان الناس بتفرق ما بين الراب والمهرجانات من حيث المزيكا مش الروح. يعني لو خلينا حمو بيكا يغني على مزيكا تراب بنفس اداء وكلماته، المفروض كده بقى بيغني تراب. وكان كلام كتير زي ما انتوا شايفين، وراء كتير. انا بقى هقعد ايه اقولك شوية كلام كده جه في مخيلتي وكلام جه في دماغي، وانتوا برضو ايه الحكم ليكوا في النهاية. انا من الناس اللي كانت معترضة على كلمة مهرجان. ليه؟ لان كلمة مهرجان مرتبطة معايا بناس ما عندهاش وعي شوية، او يعني ايه اقل شوية. مش هكدب عليكم، انا عنصري شوية في الحاجات دي. تعالوا ناخد مثلا رؤوس السهام بتاعت مجالهم. السادات مثلا، الراجل ده طلع قالك شاهين كذاب يا جدعان، عشان هو قال ان خلينا راب في تراك المفاعل المنوي، معاني كنت بغني بأوتو تيون يعني مهرجان. هو بالنسبة له الأوتو تيون يعني مهرجان. واضاف على الموضوع بقى في البرنامج اللي عمله مؤخرا، اللي طلع قالك فيه ان التراب متاخد من المهرجانات. ما يعرفش ان التراب مزيكا بتتعمل من سنة 2001، من قبل ما يبقى فيها مهرجانات اصلا. وطبعا حمو بيكا انا مش هينفع اقول عليه كلمتين يعني، فاهم؟ هو الراجل الحمد لله يعني ساعة لربع غير 45 دقيقة حاجة معروف. مش قادر احط الناس دي مع الناس دي برواز واحد. حتى لو الناس بتاعت المهرجانات ممكن يكونوا كويسين، كويسين في حتتهم، ولكن مش قادر احطهم في نفس المكان، فاهمني؟ يعني مثلا سادات لسه عامل تراك على بيت تراب صرف مع مولوتوف، ومش هنتكلم عن التراك حلو ولا وحش، ده مش موضوعنا، بس مصنف نفسه مهرجان. طب ازاي؟ عشان كده انا كان في رايي ان اللي بيعمله ويجز مثلا، او اللي بيعمله عفروتو او مروان موسى، ما يبقاش اسمه مهرجان. وطبعا في ناس كتير ردت على رايي ده، ومنهم رأي واحد هو اللي عجبني بصراحة. قالك طب ما انت كده بتدي مساحة لبتوع المهرجانات ان هم يصنفوا نفسهم رابرز معانا، ودي هي الحاجة الوحيدة اللي فعلا ممكن تبقى وحشة. لان احنا شفنا ناس فعلا حاولت تعمل ده بعد ما المزيكا دي بدأت تتشهر وتدخل ترندات. كذا حد بتاع مهرجانات مش مشاهير اتمحكوا في الحتة دي، بس في الاخر بيتقفشوا عشان الليركس الضعيفة، وعشان الفلو وطريقة الكلام، طريقة النطق والحاجات دي. حسستني ان هما مش مننا، او يعني واكم سيز زي ما انا قلت في الفيديو اللي انا نزلته على بروفايلي. ولكن كل ده لا يمنع برضو نقطة مهمة جدا تستاهل ان احنا نقولها، ان مقابل المهرجانات في بلدنا هو الراب بره. هما الاثنين قصاد بعض. حضرتك الجانجستا والجي تي اي والكلام ده، هما هنا الالماني وعبد موته.
نفس المزيكا اللي هناك كانت راب، هنا مزيكا مهرجانات بتشتغل في الافلام دي. اللي بيتخانقوا في الشارع هناك اللي هم الجانجستا هم نفسهم السرسجيه اللي بيتخانقوا هنا. حتى طريقه الكلام اللي كده دي عندهم بره السلانج وهومي وكلام مش موجود في القواميس، برضو ليهم لغه مختلفه وخاصه بيهم. فهي نفس اللعبه باختلاف الكالتشر. طيب شيء اخر، باتستوتا كان مشاركني برايي برضو، كان مقنع الى حد كبير. بيقول لك المود اللي بيطلع من البيتس، هل لو مغني شعبي مثلا غنى على مزيكا خليجي اللي هي بترقص كده دي، اللي هي الرقصه الغريبه دي، وهو اصلا من بتاع الناس اللي ترقص كده وغنى على المزيكا اللي بترقص كده، هل هتفضل مزيكا شعبي ولا هتبقى خليجي؟ وبصراحه رايي يحترم، ولكن هو اداني لحته تانية خالص. هو ليه اصلا الخامات الشرقي بقى بتتصنف مهرجان؟ يعني على اي اساس اخدوها حكر ليهم؟ مع كامل احترامي لبتوع المهرجانات، ولكن يعني مثلا تامر حسني وعمرو دياب التصنيف بتاعهم بوب ميوزك، ومع ذلك بيبقى فيه خامات شرقي وطبل شرقي موجود في اغانيهم من قبل اصلا ما يخترعوا المهرجان، ولسه اسمها بوب، ما غيروش اسمها، فاهمني؟ فليه اصلا لما تاخد ترصة الراب وتحط عليها خامات شرقي بقت مهرجان؟ وسيبك من النقطه دي وتعالى نشوف الناس ممكن تكون بتفكر ازاي. يعني اسئله الناس، انت ليه بتعمل كده؟ هقول لك الناس دي ليه بتعمل كده. بص يا اسطى، هي حاجه مش هيفهمها غير الرابرز اكتر. انا شفتها وانا بين الرابرز هنا في طنطا، وانا شفتها في رابرز اسكندريه، وشفتها في رابرز القاهره. المنافسه هي دي الجيم بتاعتنا، هي دي الحاجة اللي خلت الناس دي كلها تتحرك. كل واحد عايز يتطور، مهما كنا اصحاب هحاول اعلي عليك وحاول اثبت ان انا اجمل من غير ما اقلل منك، بس انا عايز اثبت ان انا الاقوى، سبوت لايت دايما علي انا. فلنفترض دلوقتي ان الموضوع بدأ مع بابلو والجميزة وطلع ترند بالطريقة دي، هتلاقي حد كده طلع قالك هي حلوة بس اديني مزيكا بنفس اللون وانا هطلع لك عليه حاجة اعلى. فلنفترض ان ده كان ويجز، فراح جاي مروان موسى مثلا وقال لك بصوا هم خدوها من حتة الرقص وهز الدماغ وبتاع، لا انا هعمل حاجة تشيلينج، وعمل بوست طاعي. راح جاي عفروتو مثلا في سجارة مستخدمين خامات شرقي، ولكن مستخدمين الات هي في الاساس الات شرقي جدا مش مهرجانات، اللي هي ناي وبتاع وحاجه. السولو اللي كان موجود في الاخر بتاع المزيكا ده كان حوار، انا حسيتها اقرب للاغاني الكلاسيك من الاغاني الشعبي اصلا، وده كان التغيير بتاع فروتو. وباتستوتا مثلا جه قال لك بص يا اسطى انا هاخد المزيكا الغربي وهغني عليها بطريقه شرقي عشان اعمل اللعبه بتاعتي. وغيرهم كتير جدا، مثلا موسكو كوري مثلا في قداس البيت اولد سكول بخامات شرقي، وغيرهم 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 كتير جدا اندر جراوند احنا ما وصلناش اصلا. وهي دي الجيم، هي دي اللعبه، المنافسه. كل فتره بيظهر حاجه جديده بليفل جديد، وكل واحد بيحاول يجيب اعلى سكور، فاهمين قصدي؟ وزي ما قلت برضو قبل كده، الخلاف ما بين الرابرز ممكن يتحل في قعده، المشكله كانت دايما في الفانز. يعني بيكي مثلا بعت لي سكرين لواحد منزل بوست بيقول لك هو ليجاسي ليه يتصنف رابر وهو ما عملش غير اغنيتين ثلاثه راب في تاريخه. وطبعا ده لا يعرف حاجه عن كارير ليجاسي ولا يعرف تصنيف المزيكا بتاعته ايه اصلا. وبعدين ترجع تقول لك انت بتدور على الفلوس وشتايم بقى من فوقك لتحتك عشان مش عارف يرد عليك بالمنطق. وهرجع واقول هو مش مطالب انه يبقى عارف كل انواع المزيكا اللي تخليه ترد على سؤال زي ده، بس هو كمان مش مطالب انه يسال سؤال زي ده، لان هو فان، هو واحد بيسمع اغنيه عجبتك حلو، ما عجبتكش فاكس. لكن فكره ان انت هتصنف الشيء لازم تكون فاهمه فعلا. والله العظيم يا جماعه، ناس قعدت سنين عشان تقدر توصل لده، فما ينفعش ان انت تيجي عشان بدات تسمع 10 اغاني ولا 50 اغنيه ولا حتى 100 اغنيه وتقرر ان انت هتبدا تصنف انواع المزيكا، فاهمين قصدي؟ حاجه تانية اخيره، وهو ان الخلاف ده بيفكرني شويه بخلاف حصل من سنين كده ساعة ما المسرح بدأ يقل. محمد هنيدي لما بطل يعمل مسرحيات واتجه للسينما، هاني رمزي وأحمد حلمي، ناس كتير جدا كانوا في الأساس بتوع مسرح وفجأة بطلوا يعملوا مسرح وبدأوا يتجهوا للسينما. وكان رأي الناس عشان هم بيدوروا على الفلوس الأكتر، الحاجة الأسهل، حاجة اللي ليها جمهور أكبر، اللي هو نفس النقط اللي بيتقال إن الناس بتعمل مهرجانات عشانها دلوقتي. وفعلا النقاد والناس كانوا متضايقين من الموضوع، ولكن مع الوقت السينما بقت هي الاساس. الناس لسه متضايقه ان المسرح ما بقاش موجود، وفي كل فتره كده واحد بيحاول يخش يعمل مسرح وبعدين يرجع، ولكن في النهايه الموضوع انتهى. يعني مش بقولك ان ده الصح، مش بقولك اي حاجه، انا بقولك الدنيا ممكن تكون بتمشي ازاي، فاهم قصدي؟ وزي ما قلت في الاول، النقاش ده ملوش نهايه. في ناس كتير لسه مش قابله اللون الجديد، في ناس عايزه تجربه، في ناس عايزه تاخده كارير ليها، مش مهم. في النهايه انت بتسمع وتقول في رايك ايه الحلو وفي رايك ايه الوحش. ودول كرابرز ومؤدين في الراب سين، متابعين من جمهور الراب سين، طبيعي ان احنا نغطيهم حتى لو عملوا اي لون، مادام لسه جوه
حيز الراب سين، مشهد الراب، هم لسه جوه الكادر، لسه جوه الكادر بتاعنا، وجمهورنا هم اللي بيتفرج عليهم. فطبيعي ان انا كراب سين اغطي حاجه زي كده، عشان بس دي نقطه برضو تستاهل نقاش. زي ما قلت لك، رايك هو اللي بيحكم. وبس كده، كان معاكم رميح اي كده ناسور على قناه راب سين. اعملوا لنا فولو في اي حته، يا ريت بلاش شتايم في الكومنتات، وسلام.